ثمن عدد من المكرمين العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة مكرمة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله بمنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي. نعم، وهم ممن تشرفوا بتسلمه من قبل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله خلال حفل تفضل سموه فشمله برعايته بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين. خدمة البحرين شعبا وحكومة هي وسام يوضع على صدور الجميع. نتشرف كل الشرف اليوم بتسليمنا وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، وإن شاء الله نواصل العطاء ومسيرة التنمية والعطاء إن شاء الله. طبعا هذا شيء نتشرف به ونقوم بواجب في هالبلد، قمنا بواجب إن شاء الله يكون الكل راضي عنه، واليوم احنا كرمنا لهذا الواجب اللي قمنا به. الحمد لله والشكر لله الكريم، وجزاهم الله ألف خير، وشيء مشرف الصراحة ونعتز به، تاج على رأسنا. طبعا البحرين تستاهل أكثر، كثر ما نعطيها يعني مو بكفاية، وإن شاء الله دوم في الأعلى نكون ودائما نخدم هذا البلد. أشكر صاحب السمو الملكي أمير سلمان بن حمد آل خليفة بخصوص هالتكريم، فبالنسبة لنا بمثابة فخر ودعم حق جميع البحرينيين الموجودين هنا، ويعطينا دافع أكثر نحن نعطي بعد حق ديراتنا.